ايه ده ايه ده؟ سمير سمير زي المليونيرات بحلم وانا معيش ملعبش. السلام عليكم. ازيك يا حاج؟ سمير الحمد لله على السلامه. وانا معيش لا مؤاخذه يا حاج، لا مؤاخذه. منور يا حاج. سمير حبيبي وحشتني يا اخويا. اصيل يا اخويا، تعيش وتفتكر يا حبيبي العمر ليك. سبحان من له الدوام، الله يرحمهم. لكنهم ماتوا امبارح، احنا قلنا شتنا كده. شكرا اخويا، رأى اجراح ورأى انواح. سيبك انت، احسن حاجه عملتها انك نقلت عفش ابويا وامي معاك على السطح. بس ما شاء الله زي ما هو بالظبط. امال ايه يا حاج شكري؟ ده جهاز الوالد ده لا يقدر بمال. هو عاد فيه خشب زي ده؟ ما عادش فيه خشب من اساسه. بقول لك ايه يا حاج شكري؟ هو انت ناوي تتغدى وتمشي على طول ولا هتقعد لحد بالليل؟ جرى ايه يا سمير؟ ده انا كنت فاكرك هتقول لي اقعد معايا لحد بعد العشاء. انت قصدك العشاء؟ اصل التشكيل بيفرق يا حاج. عموما اطمن، انا ما ينفعش اتاخر. بقول لك ايه؟ انا عندي ليك حته مفاجاه، انما ايه هتبسطك. ايه؟ هتشحن لي كارت المية؟ لا لا لا، حسين ابن عمك اتصل بيا امبارح وسالني عليك. حسين ابو النيل؟ ده ايه اللي فكروا بينا ده؟ ده انا بكلمه قد كده وبينفض لي. صلة الرحم يا اخي، وبعدين الراجل عرف ان الثانوية بتاعت ابونا النهاردة، قام اتفق معايا انه هيعدي علينا وهيتغدى معانا كمان. يتغدى ليه يا عم؟ يتغدى ليه معانا يا عم يا ناقصة؟ بقول لك يا عم الحاج، انا الشهر ده مفلس ومعيش اكل نفسي. مفلس ازاي؟ ما هو خير ربنا كتير اهوت فرختين في التلاجة هيكفونا. يكفوا مين؟ الفرختين دول انا عينهم لرمضان الجاي، هي بسملة قهوة من كنكة غيرك يا حاج. ما تعزمنا انت بدل فايز قوي كده. انا؟ ده انا ما حلتيش غير اجره البيجو اللي هتوصلني المنصوره. انا على الحميد المجيد. في حد يبقى مصفر يا كده يا حاج؟ الرضا الرضا يا سمير يا اخويا، انا ما عنديش اي اطماع في الحياه. اتفضلوا الغدا جاهز. اتفضل استاذ حسين. اهلا وسهلا، والله ليك وحشه. حلوه ليك دي، اهو انت اللي ليك. اتفضل. براحة يا عم. ايه السجاد هينزل؟ سخيف. والله وحشاني رخامتك يا سمير. واضح قوي يا اخويا انها وحشتك، ده انت واخواتك ولا بتسالوا علينا ولا ما بتصل على المحمول بتنفض لي. الدنيا مشاغل يا سمير، انت فاكر ان انا ببص على الشاشه ولا بسمع رنته حتى؟ ايه ده؟ بلغتك انت شيكن وينجز، بلغتنا احنا جناحة محمرة بالصلاة على النبي. ولقيت فرخة بثلاث تجنيحة فين يا سمير؟ لسه بخيل زي ما انت يا سمير. طب ما دام انا بخيل وانت ابو الكرم كله، ما دخلتش علينا ليه ان شاء الله بحمامية؟ مشوية ولا محشية يا سمير؟ عيب يا سمير عيب. سيبه اللي فيه ده ما يبطلوش ابدا. كل متشكرين يا سمير على الاوبن بوفيه اللي عملته لنا ده. وشايب فتله على الله يطمر. اللي قول لي يا سمير، عامله ايه الحياه معاك؟ انا اخر حاجه سمعتها ان انت تخرجت من معهد خدمه اجتماعيه ومن ساعتها مش لاقي شغل. يا حسين يا ابن عمي، انا ما اتخلقتش عشان ابقى موظف ولا صاحب شركه ومسؤوليات. امال اتخلقت عشان تبقى ايه؟ عاطل؟ انا مستشار. مستشار؟ ايوه. الناس بتستشيرني عشان احل لهم مشاكلهم ويستفادوا بخبراتي في الحياه. الحمد لله والشكر لله بفهم في كل حاجة. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله. بالك مشاكل كتير قوي في عيلتنا كان ممكن تتفاقم لولا تدخلاتي. مشكلة إيه إن شاء الله؟ حوض النيل؟ لا، حوض العسل اللي بينقر. ما أنت شايف يا حاج، أنا بتكلم جد. مشكلة وفاء بنت عمتك مع جوزها الدكتور حيكة. إيه؟ حوار شهد وسحر وسمر، فاكر؟ مشكلة أبلوجانات مع جيرانها في اللبان. ما كل دي بيوت كان ممكن تنهار ولا خبرتي وتدخلاتي. يا راجل كنت اوفر تدخلاتك دي لنفسك. انت لا اتجوزت ايه ولا خلفت، فاكر؟ واتجوز ليه ان شاء الله؟ عشان اصرف على واحده مش قريبتي اساسا. مش قريبتك؟ اه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ماشي يا جماعه، انا مضطر استاذن، والله قعدتكم كان ليها وحشه، بس انا عايز الحق العصر يا جماعه واتكل على الله على المنصوره قبل ما تليل.
انا مبسوط قوي اني شفتك يا حسين. مع السلامه يا شكرا يا اخويا. سلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله. بقول لك يا حاج عمر، في جناحين مكمرهم في المطبخ، الفهم لك فوق جرنان تتقود بيهم في طريقك. انا ولا تسيبهم لاخوك يتغدى بيهم بكره. بالهنا والشفا حبيبي. حبيبي حبيبي استودعتك الله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. يا سلام يا جدعان، مفيش احن من الاخوات على بعض.